كنت بتدور على ايه جوه؟ بدور على حقي وحق اخواتي. مديت لكم حقكم، عايزين ايه تاني؟ كنت بشوف العقود اللي بعتي بيها المصنع والفيلا واتاكد من فرق السعر اللي ضربتي عليه. فرق سعر ايه؟ ما هو انا عرفت السعر الحقيقي اللي انت بعتي بيه المصنع والفيلا، مش السعر اللي انت قلتيه لنا. والفلوس اللي انت ضربتي عليها دي بقى وديتيها فين؟ انت قصدك على الفلوس دي؟ اخدت التمن حقي والباقي شلته لنوح زيه زيكم عشان حقه. زيه زينا ده ايه؟ ده جاي من الشارع، هتخلي اللقيط ده ياخد زيه زيي؟ هو اللي كبر فلوس ابوك، شلت له حقه عشان ده عدل ربنا. انت ما تعرفيش عدل ربنا، اللي بتعمليه ده شارع ربنا. استني هنا ما تمشيش، لسه ما خلصناش كلامنا. الفلوس دي مش هتمشي غير ما تجيبيها. انت بتقول ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هتحبسني ولا هتضربني يا هاشم؟ حاضر، بس انا هغمض عيني عشان ما اشوفش ايدك وهي نازله على وشي. هو انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ من ساعة ما نزلنا من العيادة وهاتك يا رغي وهاتك يا عصبية ومش عارف اقول لك كلمتين على بعض، في ايه يا وفاء؟ هو سؤال، هتتجوزها فعلا ولا كنت بتقول كده وخلاص؟ هو انت مش كنت معايا في العيادة وسامعة ماما وهي بتسأل هو في خلفة من غير جواز؟ كنت عايزين ارد اقول ايه؟ ينفع؟ مالكش دعوة بماما، هي موافقة وراضية من الأول، ولا جابت سيرة الجواز ولا نينا. وأنا مش هعمل اللي أنت عايزاه وفاء غير بالطريقة اللي تريحني وتريح ضميري. كفايه قوي ان انا بعرض مستقبلي للخطر عشانك. لو حضرتك مش عارفه موضوع تاجيل الارحام ده يا هانم ممنوع في القانون المصري ومتحرم في الدول العربيه، واصلا هو حرام شرعا. فانا لو هتجوزها يا بني ادمه يا فاهمه يا عاقله عشان خاطر احمي مستقبلي وقبل مستقبلي عشان اريح ضميري. واضحه ايه؟ انت كده بقى عايز تتجوز؟ لا ده انت اتجننتي. ضمير ايه؟ دي واحده هتاخد فلوس مقابل اللي هي هتعمله، ايه اللي دخل الضمير في الموضوع؟ يا وفاء افهمي، ابننا لو جاب الطريقه دي هيبقى ابن حرام، هل ده يرضيكي؟ طيب اشترك في باقات واتش الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.